يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول اليهود والنصارى يعلمون بوجود الله سبحانه، فهل هم تحت العبودية العامة أم تحت العبودية الخاصة؟ بوجود الله تعالى نعم، يقرون بربوبيته، يقرون بربوبيته، ولكنهم يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم، واليهود يكفرون بعيسى وبمحمد. من كفر بنبي واحد فهو كافر بجميع الأنبياء، وإن كانوا يعترفون بالله بالربوبية ويعبدونه بأنواع من العبادة. نعم انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.